أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمناه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنت. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمون. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن علي أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أن لك حجة الله وأشهد أن لك حجة الله. أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها.
يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وأشركنا في دعواته واجعلنا من المسلمين لأمره، وصل عليه وبارك فيه إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. بجاه محمد وآله الطاهرين.